مساء الخير، ورجعنا لكم مرة تانية فقرة جديدة وموضوع جديد وموضوع كمان أنا حابب أتكلم فيها. الفقرة دي هتتكلم فيها عن القانون. هيكون معانا ضيفنا الأستاذ محمد عريبة، المحامي بالنقد. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا أستاذ محمد. أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله تمام زي حضرتك. كنت حابب أتكلم معاك يا فندم في موضوع القانون أو قرار، أنا مش متأكد معلومة بس هقول لحضرتك. هو قرار بالظبط اللي هو بموضوع وقف التراخيص لمدة ست شهور. ست شهور قرار وزير التنمية المحلية رقم 180 سنة 2020. ده هو قرار صدر وزير التنمية المحلية في شهر 5 اللي فات، وقف قرار الترخيص من 24/5 لمدة ست شهور. تمام. انا حابب اتكلم في الموضوع ده تحديدا لان الموضوع ده مش مقتصر على مش من ناحيه قانونيه بس، لانه باثر اثر مباشر على السوق العقاري. طب يعني بعد اذنك يعني قبل ما نتكلم في موضوع القرار ونتكلم فيه باستفاضه، انا عايز بس يعني اتكلم في نقطه كويسه جدا ان احنا كمصريين مش عارفينها. طبعا المصريين هم اساس العماره في العالم، يعني احنا هنقعد بقى نتكلم في تاريخ وكلام زي كده والناس تقعد تقول احنا نتكلم في لا، احنا اساس العماره اللي عند الستينات. يعني احنا لو اتفرجنا هنلاقي المعابد الفرعونيه، هنلاقي في العصر البطلمي اتفرج على العماره عامله ازاي، العصر الروماني، بعد كده ندخل العصر الاسلامي اتفرج على المساجد، امشي مثلا في شارع المعوذ بالله اتفرج على العماره عامله ازاي. على فكره بيصير اعجابي الشغل القديم اكتر من الجديد. أيوة صراحه هو المصري حتى اللي عند فتره الستينات لما كان بيبني بيته كان بيبني لوحه معماريه، كان بيبني لوحه فنيه. صح. يعني عارف ايه كان بيعمل؟ ايه كان بيعمل؟ حاجه جميله لنفسه. صح. هو بيستمتع بالحاجه اللي بيعملها، مش بيبني عباره عن علب خرسانيه عشان يسكن فيها. بالظبط. ال 40 50 سنه اللي فاتت حتى عايز اقول لحضرتك حاجه، المصري كان بيهتم بالمقبره بتاعته. يعني انت لو تتفرج على الهرم ده مقبره. بالزبط. وعندنا كم هرم؟ احنا ما عندناش ثلاث هرمات ولا هرم سقاره، احنا عندنا اكتر. يعني حتى المقابر، يعني مثلا مقبره توت عنخ امون اتفرج على جمالها، مقبره دي مقبره. يعني كان بيهتم بالمقبره اللي هيدفن فيها، مش بيهتم بحياته. بالزبط. فاحنا ال 40 50 سنه اللي فاتوا دولت حصل تهجير كتير. يعني الفن هتلاقيه اتغير، هتلاقي الادب اتغير، هتلاقي السلوكيات اتغيرت. يعني لو عايزين حلقات يعني لو اتفرجنا مثلا بيروح كان بيتفرجوا على ماتش كوره بالبدله. اخد حضرتك حتى لو اتفرجنا على الافلام القديمه كان بيروح الديسكو بالبدله. اخد حضرتك الثقافه دي اتغيرت، تهجير العود ده اتغير، اثر برضه على فن العماره في مصر. يعني اخد بالك بدانا نتفرج ظهرت العشوائيات هنا. بالزبط. اللي هو كل واحد عايز يعمل حاجه بيعملها. انت حضرتك لو اتفرج على البيوت في الارياف زمان كان بيرسم عليها، يعني كان بيعمل بيته من طين واخد بالك من الطوب اللبن وكان بيرسم عليه. بالزبط. يعني كان بيرسم عليه حتى وهو جامد الحج. كان عندنا ثقافه، كان يرسم جمل، يرسم سفينه. في لما بعد كده حتى اللوحات مثلا الرسومات لما اللي بتمثل السكن ايام زمان بتلاقي اللوحه حتى مبهجه وحلوه. يعني حتى لو جاب الصور من الريف زمان كنت بتحس براحه. يعني الناس كانت تذهب يعني كانت تذهب للريف عشان تحس براحه. دلوقتي الريف برضو قلب على علب خرسانيه. واخد بالك؟ فاحنا الدوله الحقيقه مشكوره بدات تتجه ان هي تعمل نسق عمراني مميز الفتره الاخيره. بدات الدوله تراعي البعد الاجتماعي للمواطن مع انه تدي له بيت صحي. هو بيت صحي يعني يا استاذ محمد؟ بيت صحي اضاءه. يعني يبقى عنده اضاءه كويسه، يبقى تهويه كويسه، اماكن انتظار سيارات، حتى اماكن للعب الاطفال. ادي بيت صحي. واخد بال حضرتك؟ ادي معنى بيت صحي. طب هات لي كده بيت صحي حتى لو في المدن. هتلاقي في مكان لعب الاطفال على فكره في خناقات على مكان انتظار السيارات. بالظبط. واخد بال حضرتك؟ فبدات الدوله يبني برج كبير ويرغي الجراج. فبدات الدوله تتجه للنسق العمراني. النسق العمراني ده في ايه؟ بدات نسق عمراني من حيث الكثافه السكانيه، نسق عمراني من حيث الضغط على المرافق نفسه. يعني انا اجي المرافق اللي عندي عايزه مثلا تتحمل مثلا اربع دور، الاقي بنيها 11 دور. ما تروح الاقي مجاري في الشارع ضاربه، ميه ما توصلش، كلام زي كده. اخد بال حضرتك؟ فنسق عمراني، اماكن انتظار سيارات زي ما قلنا، اماكن لعب الاطفال زي ما قلنا. فبدات الدوله تتجه وشفنا اتجاه الدوله في كده في الاسمرات واحد، في اسمرات اثنين، في بشائر خير واحد، بشائر خير اثنين في اسكندريه. هتتفرج حضرتك يعني اتفرج على المنظر بعد ما كان عشوائيات بتعمل ازاي. هتلاقي في اماكن للترفيه، اماكن للعب، هتلاقي حتى الدوله مشكوره. احنا بص على فكره اسمع، احنا ممكن نعمل اي حاجه بس متابعه والصيانه دي اهم حاجه عندنا. طب احنا كان فتره فاتت مفيش ولا متابعه ولا صيانه. حتى طبعا. يعني لو لاحظنا كنا سمعنا ان بداوا في الاسمرات بداوا يعملوا حاجات وكلام زي كده. بالزبط. الدوله وقفت لهم بالمرصاد. فالحقيقه الفتره اللي فاتت ديت لما اللي طلع فيها القرار ده كان طالع قريب جدا. طلع قريب. هو القرار الحقيقه لما دخلت فتره كورونا
وانشغلت الدولة. واحنا الحقيقة الدولة مشغولة الأيام دي مش بكورونا بس، الدولة مشغولة، ربنا يعين القيادة السياسية، مشغولة بالنزاع على الحدود الغربية، بالنزاع بسد النهضة، احنا عندنا نزاع في سيناء، عندنا الحدود الشرقية أصلا خلي بالك حضرتك مهما يكون في اتفاقيات وكلام زي كده برضو احنا مش مؤمنين. فالدولة مشغولة بالحاجات دي كلها. احنا عندنا الشعب وعلى فكرة موجود في كل شعوب العالم، حتى لاحظنا الكلام ده في أمريكا الفترة اللي فاتت ديت، بدأوا لما الشرطة سابت بدأ دخلوا أخذوا الملاد. واضح ان القرار ده ليه علاقة بالثورة بتاعت 2011 لما حصلت فعلا. انت عارف ان بعد 2011 الدولة كانت مفتوحة للمسرحية، فكانت الدولة حاجة من الاثنين، لا تبدأ تلملم في نفسها وتبدأ يعني تبدأ تحافظ على كيان دولة، ان احنا كنا ممكن ما نبقاش دولة. واخد بالك؟ فبدأت الدولة تغض العين على حاجات كتير مش مزاجها بغصب عنها. غصب عنها لان مشغولة في حاجة. بدأت الناس تبني، بدأت ابراج تطلع في عشوائيات، بدأت الناس تعديات على الاراضي الزراعية وابراج بسبب ان اي مرحلة بالدولة فيها المواطن ده سلوك بشري بيحس بالضعف يبدأ يحاول يتعدى. فالدولة الحقيقة دخلت أزمة كورونا، بدأت اللجات الأمنية كلها تتجه، إن أنت عارف حضرتك لما بدأت أزمة كان في حظر تجوال، فلازم كان في الأول يبقى الحظر الصح، فبدأت الشرطة تتجه، فكله كل واحد من نفسه ضعيفة بتاع بدأ يتجه إنه يعمل إيه؟ بدأ يتجه يروح يبني على زراعية، يستغل يعلي، استغل انشغال الدولة في الأزمة. فيبدأ هو القيادة السياسية الحقيقة يعني عينيها في كل حته بالزبط. وده حاجه جميله. فبدات تعمل ايه؟ تقول ايه؟ لا احنا مش عايزين نغلط غلطه 2011 بالظبط، ونبدا نلم الكلام ده، مش هنعرف نلمه. حصل اذا احنا مش عارفين نلمه بالتالي ان طلع قانون تصالح عشان نبدا بالزبط. نقنن الناس ده اللي عملوه ده يعني ده مراعي بدر ان شاء الله. احنا لينا ان شاء الله قانون تصالح، قانون تصالح ده في موال وفي كلام. مساء الخير، ورجعنا لكم مره تانية فقره جديده وموضوع جديد وموضوع كمان انا حابب اتكلم فيها. الفقره دي هتتكلم فيها عن القانون، هيكون معانا ضيفنا الاستاذ محمد عريبة المحامي بالنقد. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا استاذ محمد، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام زي حضرتك. كنت حابب اتكلم معاك يا فندم في موضوع القانون او قرار، انا مش متاكد معلومه بس هقول لحضرتك. هو قرار بالظبط اللي هو بموضوع وقف التراخيص لمده 6 شهور. 6 شهور قرار وزير التنميه المحليه رقم 180 سنه 2020. ده هو قرار صدر وزير التنميه المحليه في شهر 5 اللي فات، وقف قرار الترخيص من 24/5 لمده 6 شهور. تمام. انا حابب اتكلم في الموضوع ده تحديدا لان الموضوع ده مش مقتصر على مش من ناحيه قانونيه بس، لانه بأثر اثر مباشر على السوق العقاري. طب يعني بعد اذنك يعني قبل ما نتكلم في موضوع القرار ونتكلم فيه باستفاضه، انا عايز بس يعني اتكلم في نقطه كويسه جدا، ان احنا كمصريين مش عارفينها. طبعا المصريين هم اساس العماره في العالم، يعني احنا هنقعد بقى نتكلم في تاريخ وكلام زي كده والناس تقعد تقول احنا نتكلم في لا، احنا اساس العماره اللي عند الستينات. يعني احنا لو اتفرجنا هنلاقي المعابد الفرعونيه، هنلاقي في العصر البطلمي اتفرج على العماره عامله ازاي، العصر الروماني، بعد كده ندخل العصر الاسلامي اتفرج على المساجد، امشي مثلا في شارع المعز بالله اتفرج على العماره عامله ازاي. على فكره بيثير اعجابي الشغل القديم اكتر من الجديد. ايوه بصراحة. هو المصري حتى اللي عند فتره الستينات لما كان بيبني بيته كان بيبني لوحه معماريه، كان بيبني لوحه فنيه. صح. يعني عارف ايه كان بيعمل؟ ايه كان بيعمل؟ حاجه جميله لنفسه. صح. هو بيستمتع بالحاجه اللي بيعملها، مش بيبني عباره عن علب خرسانيه عشان يسكن فيها. بالظبط. ال40 50 سنه اللي فاتت حتى عايز اقول لحضرتك حاجه، المصري كان بيهتم بالمقبره بتاعته. يعني انت لو تتفرج على الهرم ده مقبره. بالزبط. وعندنا كم هرم؟ احنا ما عندناش 3 اهرامات ولا هرم سقارة، احنا عندنا اكتر. يعني حتى المقابر، يعني مثلا مقبره توت عنخ امون اتفرج على جمالها، مقبره دي مقبره. يعني كان بيهتم بالمقبره اللي هتدفن فيها، مش بيهتم بحياته. بالزبط. فاحنا ال 40 50 سنه اللي فاتوا دولت حصل تهجير كتير. يعني الفن هتلاقيه اتغير، هتلاقي الادب اتغير، هتلاقي السلوكيات اتغيرت. يعني لو متفرجين حلقات يعني لو اتفرجنا مثلا بيروح كانوا بيتفرجوا على ماتش كوره بالبدله. اخد حضرتك؟ حتى لو اتفرجنا على افلام قديمه كانوا بيروحوا الديسكو بالبدله. اخد حضرتك؟ الثقافه دي اتغيرت، تهجير العقود ده اتغير، اثر برضو على فن العماره في مصر. يعني اخد بالك بدانا نتفرج ظهرت العشوائيات هنا. بالزبط. اللي هو كل واحد عايز يعمل حاجه بيعملها. انت حضرتك لو اتفرج على البيوت في الارياف زمان كان بيرسم عليها، يعني كان بيعمل بيته من طين واخد بالك من الطوب اللبن وكان بيرسم عليه. بالزبط. يعني كان بيرسم عليه حتى وهو جامد الحج. كان عندنا ثقافه، كان يرسم جمل، يرسم سفينه. في لما بعد كده حتى اللوحات مثلا الرسومات لما اللي بتمثل السكن ايام زمان بتلاقي اللوحه حتى مبهجه وحلوه. يعني حتى لو جاب الصوره من الريف زمان كنت بتحس براحه.
يعني الناس كانت تذهب يعني كانت تذهب للريف عشان تحس براحه. دلوقتي الريف برضو قلب على علب خرسانيه واخد بالك. فاحنا الدوله الحقيقه مشكوره بدات تتجه ان هي تعمل نسق عمراني مميز الفترة الأخيرة. بدأت الدولة تراعي البعد الاجتماعي للمواطن مع انه تديله بيت صحي. هو بيت صحي يعني يا استاذ محمد؟ بيت صحي إضاءة يعني يبقى عنده إضاءة كويسة، يبقى تهوية كويسة، أماكن انتظار سيارات، حتى أماكن للعب الأطفال. ادي بيت صحي واخد بالك حضرتك، ادي معنى بيت صحي. طب هات لي كده بيت صحي حتى لو في المدن هتلاقي في مكان لعب الأطفال. على فكرة في خناقات على مكان انتظار السيارات بالظبط. فبدأت الدولة يبني برج كبير ويرغي الجراج. فبدأت الدولة تتجه للنسق عمراني. النسق عمراني ده في ايه؟ بدأت نسق عمراني من حيث الكثافة السكانية، نسق عمراني من حيث الضغط على المرافق نفسه. يعني انا اجي المرافق اللي عندي عايزة مثلا تتحمل مثلا 4 أدوار، الاقي بنيها 11 دور. ما تروح الاقي مجارب شارع ضربة، مية ما توصلش، الكلام زي كده. فنسق عمراني، اماكن انتظار سيارات زي ما قلنا، اماكن لعب الاطفال زي ما قلنا. فبدأت الدولة تتجه لزي وشفنا اتجاه الدولة في كده، في الأسمرات 1، في أسمرات 2، في بشائر خير 1، بشائر خير 2 في اسكندرية. هتتفرج حضرتك يعني اتفرج على المنظر بعد ما كان عشوائيات بتعمل ازاي. هتلاقي في أماكن للترفيه، أماكن للعب، هتلاقي حتى الدولة مشكورة. احنا بص على فكرة اسمع، احنا ممكن نعمل أي حاجة بس متابعة والصيانة دي أهم حاجة عندنا. طب احنا كان فتره فاتت مفيش ولا متابعه ولا صيانه حتى طبعا. يعني لو لاحظنا كنا سمعنا ان بداوا في الاسمرات بداوا يعملوا حاجات وكلام زي كده، الدوله وقفت لهم بالمرصاد. فالحقيقه الفتره اللي فاتت ديت لما اللي طلع فيها القرار ده كان طلع قريب جدا. طلع قريب. هو القرار الحقيقه لما دخلت فتره كورونا وانشغلت الدوله، واحنا الحقيقه الدوله مشغوله الايام دي، مش بكورونا بس، الدوله مشغوله وربنا يعين القياده السياسيه. مشغوله بالنزاع على الحدود الغربيه، بالنزاع بسد النهضه، احنا عندنا نزاع في سيناء، عندنا الحدود الشرقيه اصلا. خلي بالك حضرتك مهما يكون في اتفاقيات وكلام زي كده برضو احنا مش مؤمنين. فالدوله مشغوله بالحاجات دي كلها. احنا عندنا الشعب، وعلى فكره موجود في كل شعوب العالم، حتى لاحظنا الكلام ده في امريكا الفتره اللي فاتت ديت. بداوا لما الشرطه سابت بدل دخلوا اخذوا المولاد. واضح ان القرار ده ليه علاقه بالثوره بتاعه 2011 لما حصلت. فعلا انت عارف ان بعد 2011 الدوله كانت مفتوحه للمصريه، فكانت الدوله حاجه من الاثنين، لا تبدا تلملم في نفسها وتبدا يعني تبدا تحافظ على كيان دوله، ان احنا كنا ممكن ما نبقاش دوله واخد بالك. فبدات الدوله تغض العين على حاجات كتير مش مزاجها، بغصب عنها لان مش حاجه. بدات الناس تبني، بدات ابراج تطلع حقيقة. في عشوائيات، بدات الناس تعديات على الاراضي الزراعيه وابراج بسبب ان اي مرحله بالدوله فيها المواطن ده سلوك بشري بيحس بالضعف، يبدا يحاول يتعدى. فالدولة الحقيقة دخلت أزمة كورونا، بدأت اللجات الأمنية كلها تتجه، إن أنت عارف حضرتك لما بدأت أزمة كان في حظر تجوال، فلازم كان في الأول بالحظر الصح. فبدأت الشرطة تتجه، فكله كل واحد من نفسه ضعيفة بتاع بدأ يتجه إنه يعمل إيه، بدأت تيجي يروح ابن على زرعية يستغل يعلي استغل انشغال الدولة في الأزمة. القيادة السياسية الحقيقة يعني عينيها في كل حته بالزبط. وده حاجه جميله. فبدات تعمل ايه؟ تقول ايه؟ لا احنا مش عايزين نغلط غلطه 2011 بالظبط، ونبدا نلم الكلام ده. مش عارفين نلمه، حصل ازاي احنا مش عارفين نلمه بالتالين نطلع قانون تصالح عشان نبدا بالزبط. نقنن الناس اللي عملوه ده. ده مراعاه للبعد الاجتماعي ان شاء الله. احنا لينا في قانون تصالح. قانون تصالح ده في موال وفي كلام، ان قانون تصالح مهم جدا والناس مش عارفه قيمته، واخد بال حضرتك، ولازم تتجه لقانون تصالح. تمام. فالدوله بدات تتجه، فصدر قرار وزير التنميه المحليه رقم 181 لسنة 2020. واخد بالك القرار ده مفاده وقف جميع انواع التراخيص في القاهرة الكبرى واسكندرية والمحافظات الكبرى وعواصم المحافظات والمدن الكبرى في المحافظات. يعني يشمل المحافظة، يشمل الجمهورية، يشمل الجمهورية، بلا يشمل الجمهورية تقريبا واخد بال حضرتك، ما عدا القرى. هذا القرار كان المقصود بيه وقف التراخيص، ايوه انواع التراخيص، تراخيص جديده، تراخيص تعليه، تراخيص انشائيه، تراخيص حتى اللي هي الترميم والكلام زي كده، وقف كل انواع التراخيص. ووقف كمان طب هو وقف الترخيص يعني ما فيش صدور رخص ولا وقف الاعمال؟ وقف لما بقول وقف لا وقف وقف كمان الاعمال الا اذا انك انت بتروح، وده حاجه كويسه جدا بس برضه هي متاخره. يعني ليها اشتراطات؟ هي متاخره. هو الاعمال اللي هي لها رخصه وقفها بس بشرط، وهي الشرط ده كويس يا استاذ محمد على شرطين. ان انت عارف حضرتك لما انا احنا يعني احنا في الدنيا عارفين اوقات كتير جدا انك انت بتعمل رسومات وبتعمل وبتبني رسومات تانية.
وعلى فكره انا هتكلم بصدق وصراحه، الموضوع وقف الترخيص ده اصل الموضوع مش موقف على صاحب العماره وعلى المقاول. انا هاجي لحضرتك في الحته دي. الموضوع ده دايما احنا مثلا انا اتكلم تمام. انا اتكلم مع حضرتك بوقف الترخيص ده اضراره من ناحيه قانوني وايجابياته سلبيه. بالظبط. هو ايجابياته ان العشوائيات اللي حصلت زي 2011 ما تحصلش تاني. تمام. الايجابيات بتاعته ان انا اللي بيبني مثلا بيبني لي برج ومش عامل جراج تحت وعامل جراج حاجه ثانيه، لا انا الزمه انه يعمل جراج من دلوقتي. تمام. مش عامل جراج، لا انا هعمل لك الجراج لو وقف لك الترخيص خالص. فده حاجه كويسه انك انت بتراجع الجهه الاداريه. الجهه الاداريه بتروح بتقول ان انا وقفت الترخيص عشان انت مش عامل جراج، وقفت الترخيص عشان انت طالب بروز، وقفت الترخيص عشان انت مخالف خطوط التنظيم، وقفت الترخيص عشان انت مخالف الرسومات الهندسيه، وقفت الترخيص عشان انت مخالف. يعني انت عارف في اماكن مثلا انت بتبني على مساحه معينه من الارض، في بعض المواطنين بيطلعوا على المساحه دي زود. هو بيوقف الترخيص عشان الحاجات ديت، وقفت الترخيص عشان واخد ادوار زياده غير الادوار الموجوده على اساس في المستقبل ان انا ممكن اجيب تصالح كلام زي كده عليها. فهو ان براجع انا الترخيص اللي حصل. هو الكلام ده كان سوء يحصل من زمان، ولكن احنا عارفين الادارات المحليه والتراخي في الادارات المحليه ومش عايزين نقول فساد في الادارات المحليه والكلام ده كله، كانت بيعمل رخصه بيعمل اللي هو عايز. واخد بالك؟ انا بتمنى من الدوله انها تاخد بالها من الادارات المحليه، ان الحكم بتمنى من وزير الحكم المحلي ان التنميه المحليه انه ياخد باله من الادارات الهندسيه في الاحياء، ياخد باله من الكلام ده، ان ده شيء مهم جدا يعني هيبنى عليه حاجات كتير في صالح الجهه المعنيه. اما معنى القرار ده، هو انا من وجهه نظري من الناحيه القانونيه هو مخالف للدستور ومخالف للقانون. وبعدك مخالف للدستور ان الملكيه مصانه بالدستور، يعني الدستور صانه الملكيه. تمام. والرخصه تعتبر يعني هي مش حاجه قانونيه جدا، بس هو بيعتبر حتى ان هي شيء ملكي. حتى لما بنروح تروح للملكيه يقول لك لو الرخصه باسم حد تاني يقول لك لازم تجيب ملكيه. واخد بالك؟ فالملكيه الرخصه بتعتبر نوع من انواع الملكيه. تمام. فانك انت تعديت هنا على الملكيه بتاعتك بعد ما صدر بيا الرخصه، وانت تعرف ان الرخصه مجرد ما مر عليها هو تعتبر قرار اداري. والقرار الاداري يحصل بمرور 60 يوم عليه. انا اعرف يعني ان هي لو عدى عليها فتره الرخصه 60 يوم لو عدى عليها 60 يوم تتحصل. فانت كده حضرتك انت كده بتخالف القانون بتحصين الرخصه. واخد بالك؟ فانا كده خالفت الدستور، ده من وجهه نظري يعني. وخالفت وخالفت القانون اللي هو القرار اللي صدر مر عليه 60 يوم. فكده في كده معضله في هذا القرار. ولو وعلى فكره في بعض الطعون صدر، ولو طعون كده هيكسب هذا الطعن. فانا كمان القرار ده بالنسبه للرخص، في رخص كانت يعني رخصه كانت قدمت واندفع رسومها بس ما طلعتش. انت عارف حضرتك الماده 42 من قانون 119 سنه 2008 قانون البناء الموحد اللي قالت ان لو انت قدمت الترخيص ودفعت رسومه وصدر ومر 30 يوم بدون ما ترفع لك الرخصه، من حقك انك انت تشرف البناء بعد انذار المحافظ بانشراف البناء. بتعتبر الرخصه بتاعتك طلعت حتى لو ما طلعتش رسمي خلال 30 يوم. فانا دلوقتي لو قدمت رخصه ودفعت رسومها وحضرتك وجيت انت وقفتها، لا انا خلال 30 يوم طبقا قانون البناء 119 سنه 2008 ان انا ابني خلال 30 يوم من تاريخ بنعتذر لحضرتك يا استاذ محمد، دي دلوقتي الفقره الكلام كتير جدا، وكنت انا عايز اتكلم معاك في حاجات اكتر، بس اوعدك ان احنا ان شاء الله لينا لقاء ثاني ونتكلم بيك أكثر. ونتمنى ان احنا نكون افدنا ربنا يخليك ان شاء الله كل الساده المشاهدين يستفادوا بالفقره دي. طب انا بس في يعني حاجه بسيطه كده بصفه ان انا محامي، يعني انت عارف انت تشكيل مجلس المحامين احنا عندنا كان انتخابات نقابه حوالي 3 شهور، وكان عندنا ولاده متعسره لتشكيل مجلس المحامين، فهو التشكل. فانا بنهني المجلس ومشد على ايدهم، ان عارف حضرتك ان المحامين الفتره من اكثر الفئات تاثرت في المجتمع، ان كل المحاكم كانت واقفه حضرتك، وكل المصالح اللي كانت متعلقه بعمل المحامي كانت واقفه. المحامي بيسدد ضريبه للدوله، بيسدد اكثر من يعني بيسدد ضريبه كل مضافه. فانا احنا بنهني المجلس وبنقول له مشد على ايده ان يخلي باله المحامين، وبنقول يعني الدوله تخلي بالها المحامين، ويعني ونتمنى نكون افدناكم. احنا سعداء بيك يا استاذ محمد، ربنا يخليك. كده تكون انتهت حلقه الفقره الثانيه، ولسه مكملين معاكم فقره جديده. فاصل ونرجع لكم. شكرا.